ليكو سيارة المقدم، الموبايل لسه عم يعطي إشارة وهي مكانه. رفيق حاضر سيدي، جهز الشباب فورا. حاضر سيدي. الله يعطيك العافية يا دكتور نايف. الله يعافيك. شرف شرف تعال. قلي طلبك انت وهلا الشباب طالعين يستلمون. اعطيني العنوان فورا. زكوان سلم حالك، مالك منفذ هاد؟ أقبي عرضي إنك واحد مجنون هلا تارك كل حرمية هالبلد وراكد وراي. لك أنا زلمة مسكين عايش، بدي قرشين هيك ضبهم وهج برا البلد. أقبي حياتي أنا ما شفت غير التعتير. أبي شنق حاله وكل شي حواليه غدر فيني. ولك شو بدك فيني؟ شو بدك؟ عايش؟ عايش لكان بعد كل هالجرايم بتقلي عايش؟ أنا بسلاحك ولا؟ قلتوا تاني فضي المسدس براسك أرضك. بعد برضك عصومي والله بعرف انك صاحب واجب جاي تطمن علي، ما بس بدي استاذن منك لانه بتعرف مشغول شوي. ايه لك ها، ولك انا ابو الواجب، ماري نسيان الواجب اللي عملته فيني، جاي هلا لرد لك اياه. معتصم ارمي المسدس من ايدك ولا تتهور. اذا ما خرطشته بايدي ما راح اقدر انام الليل. عصومة اسمع كلام الحكومة ولا تهور. ها معتصم، لا تصير مثل هذا الوسخ وتتحول لمجرم مثله. خلي القانون ياخذ مجرى احسن لك. ما عم شغل لك. ولك وين كان قانونك وقت اللي اغتصبوا لي اختي ولعشوها مثل الكلبة بالطريق؟ انا بدي اخذ حقي بايدي. يا معتصم، اذا كل واحد بده ياخذ حقه بايده بتتحول البلد لغابة، فهم؟ وانت قلت معتصم. هلا فيك تحبسني، تعذبني، ساوي فيني اللي بدك اياه، بس هلا ارتاح ضميري. خذوه. رفيق اسحبوا زكوان على المشفى.